أهلا بكم. ترأس سيادة المطران خريستوفورس عطلة خدمة القداس الإلهي لمنح نعمة الشموسية بوضع اليد على الابن الروحي جيريس مخامري الذي احتفل برسامته في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل للروم الأرثوذكس بعمان. تفاصيل أوفى في سياق التقرير. ببركة وقرار صاحب الغبطة البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال الأردن وفلسطين وأعضاء المجمع المقدس، أقيمت في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل للروم الأرثوذكس بعمان مراسم رسامة السيد جيريس مخامري من أبناء مدينة الفحيص لرتبة شماس ليكون خادما لرعيته وكنيسته، حيث ترأس سيادة المطران خريستوفورس الله مطران عماني وتوابعها خدمة القداس الإلهي بهذه المناسبة بمشاركة المتروبوليت فينيديكتوس وبمعاونة لفيف من الآباء الكهنة وحضور الراهبات وجوقة الكنيسة وجمع من المؤمنين. وخلال القداس وبعد إلباس الشماس المنتخب حلة الشموسية الكهنوتية وتقدمه بالسجود أمام المائدة المقدسة ووضع سيادة المطران يده على رأسه وقراءته الصلاة الخاصة لتحل نعمة الروح القدس عليه، ألقى سيادته والشماس المنتخب كلمات خاصة بالمناسبة. يا بني اعلم جيدا إن الدعوة مقدسة وسامية ورهيبة، إذ أن الداعي هو الرب نفسه. تفاعل مع هذه المحبة ومع هذه الدعوة بروح التواضع، لأن التواضع هو الذي يعلمنا المحبة. كلما اتضعت ستتعلم كيف تحب، وكلما أحببت ستتعلم كيف تصبر وتحب وستتواضع، لأن المحبة والتواضع لا ينفصلان عن بعضهما البعض. لذلك يا بني الشموسية هي رتبة ملائكية، فأنت من الآن وصاعد ستكون شماساً، ستكون ملاكاً في الكنيسة. إن الخدمة لا يمكن أن تأتي إلا من قلب محب، فشرط الرعاية هو المحبة، وهذا ما أكده الرب بقوله لبطرس: أتحبني يا بطرس؟ ارعى خرافي. صاحب السيادة، لقد حانت اللحظة لكي أتقدم إليكم هاتفاً وصارخاً: مستعداً قلبي يا الله، مستعداً قلبي. اليوم كان في عنا بهجة كبيرة وبركة، لأنه بنعمة ربنا صار شماس جديد بالكنيسة اللي هو ابن الروحي سابقاً جيريس مخامري وهلأ أرسينيوس مخامري. نعمة ربنا تكون معه حتى يخدم الكنيسة لمجد اسم ربنا، وهي دعوة لكل الشباب حتى يتقدموا للكنيسة، أبواب الكنيسة مفتوحة لإلهم حتى يصبحوا كهنة وشمامسة ليخدموا الكنيسة، وكمان لأبنائنا وبناتنا الرهبان والراهبات، حتى لأنه الكنيسة محتاجة لكل أب لكل ابن وبنت من أبنائها للخدمة فيها. ربنا يبارك الجميع ونعمة ربنا تكون معكم أنتم كمان في النور سات. تمت اليوم رسامتي شماس، والشماس هي رتبة الأولى من سر الكهنوت المقدس، أي الخادم الذي يعاون الكاهن. تمت اليوم بوضع سيادة المطران خريستوفورس عطلة وبحضور العديد من الآباء الأجلاء والأهل الكرام.
تمت الطقوس، وهذه الطقوس اللي تمت هي طقوس من تقليد الكنيسة الأرثوذكسية، وهذه الخدمة موجودة من أيام الرسل القديسين، حيث كان أول الرسل هو استفانوس الشهيد الذي رجم من اليهود لاعترافه بالإيمان المسيحي، واستمرت هذه الخدمة موجودة في الكنيسة إلى هذه اللحظة. وفي ختام القداس وأخذ البركة الختامية التأم الجميع في قاعة الكنيسة لتقديم التهنئة للشماس المنتخب ولذويه وللكنيسة الأرثوذكسية.